منذ انطلاق الاحتجاجات في إيران في نوفمبر الفائت ورغم انتشارها في كافة المدن تقريبا، امتنعت السلطات عن إعطاء أرقام دقيقة عن عدد القتلى والجرحى والمعتقلين، وكان هناك تعتيم شبه كامل على هذه المعلومات حتى الآن. نعم محمود، إذن مشاهدينا، تمكن مركز إيراني اسمه مركز أبان للدراسات والبحوث الأمنية الاستراتيجية وهو مقرب من الحركة الملكية الإيرانية، تمكن من نشر تقرير عن تفاصيل هذه الاحتجاجات بما فيها عدد القتلى والمعتقلين. ويفيد هذا التقرير مشاهدينا بأن احتجاجات نوفمبر في إيران كانت الأكبر والأوسع والأكثر دموية في تاريخ النظام الإيراني الحالي، وأكد أنها وجهت بقمع شديد وقتل وعنف. وقال إن القمع والقتل الذي شهدت هذه الاحتجاجات في أسبوع واحد لم يحدث مثله في أي نقطة من العالم في العصر الحديث. وقال أيضا إن خلال الاحتجاجات قام مجلس الأمن الوطني برئاسة وزير الداخلية بإدارة هذه الأزمة بدلا من المجلس الأعلى للأمن القومي، وهذا وضع أيضا غير مسبوق في تاريخ النظام الإيراني. كما أن وزير الداخلية كان على رأس دائرة التحكم بالأحداث بدلا من الحرس الثوري ومجلس الأمن القومي في إجراء غير مسبوق أيضا، وفيه دلالة على التهديد الكبير الذي شكلته الاحتجاجات بالنسبة للنظام. وللمرة الأولى أيضا مشاهدينا، تم تحريك قوات الجيش النظامي الإيراني الذي لم يتحرك داخليا منذ عام 79، هذا بهدف قمع الاحتجاجات. وقامت وزارة الأمن والاستخبارات أيضا بالمساهمة مباشرة في قمع المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع. أما الحرس الثوري وجهازه الأمني وخلافاً لسابق عهده لعب في هذه الفترة دوراً ثانوياً، ولم يستخدم قواته في طهران لقمع التظاهرات إلا في حالتين، وكانت أيضاً بأمر مباشر من المرشد. نذكر مشاهدينا أن المركز قد أفاد بأنه تعمد نشر التقرير في وقت متأخر بعد إخماد كل هذه الاحتجاجات كي يتمكن من تحليل المعلومات والإحصائيات، وكذلك كي يتمكن من الخروج بتقرير موثق وشامل.